بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين ترحب بكم مع أسرة الدراسات الاجتماعية في لقاء جديد معكم أعزائي طلاب الصف الثالث الابتدائي، ونبتدي درس اليوم بالقيمة التربوية وهي الوفاء بالعهد. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم. وجاء في الحديث الشريف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى أن العهد شرط أساسي في المعاملات المرء المسلم المؤمن الحق، وهنا أكد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف. هيا بنا نتعرف على عنوان درس اليوم، ألا وهو ترشيد الاستهلاك الجزء الأول. هيا بنا نتعرف على أهداف درس اليوم. أهداف درس اليوم: يتوقع من الطالب نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يستنتج الطالب مفهوم ترشيد الاستهلاك بدقة ووضوح، أن يعدد الطالب مجالات ترشيد الاستهلاك بشكل سليم. التهيئة لدرس اليوم: تعلمنا في درسنا السابق مفهوم البيئة، وذكرنا بأنها المكان الذي تتواجد فيه الكائنات الحية وكل ما يحيط بها من هواء وماء ونبات، وذكرنا أيضا مفهوم التلوث، وعرفناهم بأنه يقصد به الأضرار التي تصيب البيئة. ثم ذكرنا أيضا أنواع التلوث البيئي، وذكرنا هي: واحد، تلوث الهواء، اثنان، تلوث المياه. الهدف الأول لدرس اليوم: أن يستنتج الطالب مفهوم ترشيد الاستهلاك بدقة ووضوح. ألاحظ وأجيب من خلال الصور التالية على أي شيء تعبر يا أبطال. أحسنتم، الإسراف في الماء والغذاء. ألاحظ وأجيب، عن ماذا تعبر هذه الصور التي أمامنا؟ أحسنتم، نقص الماء والغذاء والحاجة إليهم لبعض الناس بشكل أساسي في حياتهم اليومية. الصور التي أمامنا على أي شيء تعبر؟ ذكرنا أبطال أنها تعبر عن الإسراف. هيا بنا نقرأ القطعة التالية ونناقشها. الماء والغذاء من الأمور الأساسية التي لا يستطيع الإنسان العيش بدونها، وهما من أعظم نعم الله علينا، ويجب علينا أن نشكر الله تعالى على نعمه وأن نحافظ عليها ولا نسرف في استخدامها. أقرأ واستنتج. زار حمد صديقه خالدا في بيته بعد صلاة العصر، ولاحظ أن مصابيح الإنارة في حجرة استقبال الضيوف مضاءة في هذا الوقت من النهار، فقال لخالد: لماذا لا تطفئ المصابيح يا خالد؟ فضوء الشمس ينور المكان ولا حاجة لإضاءتها الآن. نقرأ واستنتج أيضا من خلال القصة نكملها. ويجب علينا ترشيد استهلاك الكهرباء والتقليل من استخدامها، لأنها من الأمور الأساسية في حياتنا. نستنتج مما سبق مفهوم ترشيد الاستهلاك
ذكرنا أن ترشيد الاستهلاك هو استهلاك الموارد المتاحة بالشكل الأمثل دون إسراف. يبقى إذن هو استهلاك الموارد المتاحة بالشكل الأمثل دون إيه؟ دون إسراف. أولا، الموارد المتاحة تعبر عن الماء، تعبر عن الغذاء، ثم الكهرباء. أتعرف يا خالد مداد الترشيد؟ خالد يقول نعم أعرفه، وهو الإسراف. إذا أحسنت يا خالد. نأتي الإسراف. الإسراف هو يا أبطال قيام الشخص بالإفراط في المأكل والملبس. كما نلاحظ، يقوم الشخص بأخذ كميات من الطعام زيادة عن الاحتياج، ثم أيضا من الملابس، يشتري العديد من الأغراض والملابس للبسها ولكنه لا يحتاج إليها، فبالتالي هذا يكون إسرافا وهدرا للمال. هيا بنا نختبر معلومتنا على ما سبق. واستهلاك الموارد المتاحة بالشكل الأمثل دون إسراف، يشير المصطلح السابق إلى مفهوم ترشيد الاستهلاك. الإسراف مجالات الاستهلاك، أحسنتم أبطال رائعون، هو ترشيد الاستهلاك. التقويم البنائي للهدف الأول، عرف مفهوم ترشيد الاستهلاك بدقة ووضوح. أحسنتم يا أبطال، واستهلاك الموارد المتاحة بالشكل الأمثل دون إسراف. الهدف الثاني لدرس اليوم، أن يعدد الطالب مجالات ترشيد الاستهلاك بشكل سليم. مجالات ترشيد الاستهلاك، وهي في الترشيد في الغذاء، أحسنتم. ثم ماذا تعبر الصور التي أمامنا؟ أحسنتم أطار رائعون، الترشيد في الماء. وماذا؟ أحسنتم يا أبطال، أيضا الترشيد في الكهرباء. هيا بنا نختبر معلوماتنا على ما سبق. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية: غلق مصدر الماء بعد الانتهاء من الوضوء، يشير إلى مجال الترشيد في الماء، الترشيد في الغذاء، الترشيد في الكهرباء. ممتاز جدا، الترشيد في الماء، أحسنتم. التقويم البنائي للهدف الثاني، عدد مجالات ترشيد الاستهلاك بشكل سليم. 1، الترشيد في الغذاء. 2، الترشيد في الماء. 3، الترشيد في الكهرباء. الغلق الختامي لدرسنا اليوم، تعلمنا في درس اليوم أن الترشيد الاستهلاك هو استهلاك الموارد المتاحة بالشكل الأمثل دون إسراف. 2، الإسراف هو قيام الشخص بالإفراط في المأكل والملبس. مجالات الترشيد ذكرنا هي 3 مجالات: الترشيد في الغذاء، ثم الترشيد في الماء، ثم الترشيد في الكهرباء. سؤال الغلق الختامي لدرس اليوم، عد مجالات ترشيد الاستهلاك بشكل سليم. الترشيد في الغذاء، الترشيد في الماء، الترشيد في الكهرباء. وبذلك يا أبطال نكون قد انتهينا من درسنا اليوم،
مع أطيب تحياتي لكم، وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى لقاء جديد مع أسرة الدراسات الاجتماعية.